تخما الرومانة غاد تفرقع الرومانة غاد تفرقع الرومانة غاد تفرقع الرومانة غاد تفرقع وما تلقى ما تجمع وما تلقى ما تجمع الرومانة غاد تفرقع الرومانة غاد تفرقع وما تلقى ما تجمع وما تلقى ما تجمع ويا مخزن سمع سمع ويا مخزن سمع سمع ويا مخزن سمع سمع وما بقيتيش كتخلع وما بقيتيش كتخلع ولا باقي تتخمع ولا باقي تتخمع ولا باقي تتخمع ولا باقي تتخمع الرمانة غاد تفرقع الرمانة غاد تفرقع الرمانة غاد تفرقع الرمانة ويا نظام سمع سمع ويا نظام سمع سمع ويا نظام سمع سمع وما بقيتيش كتخلع وما بقيتيش كتخلع ولا باقي تتقمع ولا باقي تتقمع ولا باقي تتقمع ولا باقي تتقمع الرمانة غاد تفرقع الرمانة غاد تفرقع الشعب عاش عاش الشعب عاش عاش غربة ماشي أو بس الشعب عاش عاش وعاش الشعب عاش عاش الشعب عاش وعاش الشعب عاش عاش غربة ماشي أو بس غربة ماشي أو بس غربة ماشي أو بس وعاش الشعب عاش عاش ماشي او بس وعاش الشعب وعاش عاش مغاربة ماشي او بس من اجلنا توقينا من اجلهم نونا دينا من اجلنا توقينا من اجلنا وقضية طبقية المعتقل والشهيد المعتقل والشهيد حرب التحرير الشعبية وارتقاء السياسي وقضية طبقية المعتقل والشهيد حرب التحرير الشعبية Oh!
الحصار تعطي تحية زفيدة حية ورمز النضال والصمد ورمز النضال والصمد ورمز النضال والصمد حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية Don't let
كلنا بشهد الحسين يومك العشرين بشهد الحسين في يومك العشرين وطني أنا الدرب والنفس مشتعل وطني أنا الدرب والنفس مشتعل من مخبر المهدي من مخبر العمراء من مخبر المهدي من مخبر العمراء عن يا درب من رحلوا أبناء الفقراء اليوم قد وصلوا أبناء الفقراء اليوم قد وصلوا اشهد يا حزيران في يومك العشرين اشهد يا حزيران في يومك العشرين وطني أنار الدرب والمسعود مشتعل وطني أنار الدرب والمسعود مشتعل من مخبر المهدي من مخبر العمراء من مخبر من مخبر العمراء عن روعة الأطرود وبطش من نزلوا عن روعة الأطرود وبطش من نزلوا مدينة البيضاء يا درب من رحلوا مدينة البيضاء يا درب من رحلوا شبيه محكمة سوريا وليدنا شبيه محكمة سوريا وليدنا شبيه محكمة سوريا وحدتنا لازم صمد الحرية حق الإنسان وفينا
عند سمار. داعية لهذه الندوة غيقدم الأفراق الاحتجاجية اللي كتجي احتجاجات تنديدا بالأحكام القاهرة في حق معتقلين ديال الحراك الريف. غادي تفضل الأخ عبد الله مناف باسم الإطارات اللي داعية لهذه الندوة باش يقدم الكلمة. تفضل مشكورا. تحية نضالية لرفاق التضحية، تحية نضالية لرفاق التضحية، تحية نضالية لرفاق التضحية، تحية نضالية لرفاق التضحية، تحية نضالية للإطارات السياسية الديمقراطية والتقدمية والنقابية والجمعوية بمناسبة تنظيم الوقفة الاحتجاجية تضامن مع معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي. يا جماهير مدينة آسف المناضلة، نقف اليوم لنستنكر بشدة الأحكام الشاعرة التي حكم بها قادة حراك الريف بمن فيهم الصحافي المناضل حميد مهداوي. إن هذه الأحكام القضائية سياسية شاعرة لأنها عبرت بالوضوح الكافي عن استمرار سنوات رصاص وعن الغياب المطلق لاستقلالية القضاء، غير أننا نعتبرها في ذات الوقت أحكاما طبيعية لأننا كنا نتوقع الأسوأ ما دمنا في دولة لا حق ولا قانون. وبمحاكمة قادة حراك الريف بهذه الأحكام كما حوكم قبلهم قادة حراك جرادة، يكون أهل الريف كلهم قد طالهم هذا القمع القضائي كاستمرار للقمع السياسي الذي يطال في واقع الأمر كل صوت مناضل في هذا البلد. ونحن إذ نعتز بنضال معتقلينا في حراك الريف سواء داخل الساحة أو في ظهر التعذيب أو أثناء محاكماتهم، نعتبر أن محاكمتهم السياسية الجائرة بهذه الصورة الفظيعة تعبر أولا عن تخبط النظام المخزيني الذي يعتقد واهما أنه بهذا السلوك القضائي القمعي سيطوي ملف الريف بمختلف أبعاده وباقي الملفات الأخرى. ثانيا عن عجزه عن إيجاد أجوبة للمطالب المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يطالب بها سكان الريف وغيرهم. ثالثا عن خوف النظام المخزني المغربي من تنامي النضالات الجماهيرية في مختلف المناطق الأخرى، وهو الذي عبرت عنه أكثر من منطقة من كوبا، جرادة، زاقورة، أوطة الحاج واللائحة طويلة. رابعا عن شرعية مطالب مناطق المغرب بين مزدوجتين غير النافع التي تجد استمرار روح سياسة اليوطي في التعامل مع مختلف المناطق التي لا توفر فائدة قيمة للنظام المخزني لما فيها المتوحشة، مع العلم أنه لا توجد منطقة في المغرب لا توفر هذا الفائض. إن مدينة آسف التي تكاد توفر أكبر فائض قيمة فوسفات في لعاء الصين البحري الإسمنت الجبس إلى آخره. وأبناؤها ولا تنال ما تستحق من تنمية سواء على المستوى الصحي أو البيئي وعلى كافة المستويات الأخرى. يا جماهير مدينة آسف المناضلة، إننا إذ نقف هذه الوقفة الاحتجاجية الأولى فلكي نعبر أولا عن تضامننا المطلق مع
مع سكان الريف ومع كافة بلقري بمن فيهم الصحافي المناضل حميد بهداوي. ثانيا نقف في هذه اللحظة الاستنكارية وقفة تقدير وإيجاد أمام معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين على صمودهم الأسطوري في وجه آلة أمع والسانية ونعبر عن تضامننا اللامشروط. ثالثا عند محكمة قضاء الريف بمن فيهم الصحافي المناضل حميد مهداوي محاكمة للرأي الحر وللحقيقة الساطعة التي كشف عنها حراك الريف كافة الحراكات والتي تتجسد في هيمنة مافيا مخزنية تستفيد من اقتصاد الريع ومن التقرب من السلطة وفي استمرار الفساد الاقتصادي والسياسي بكل الأشكال المرئية واللا مرئية. رابعا نطالب بإطلاق سلاح معتقلي الريف وكافة المعتقلين دون قيد أو شرط. خامسا نعتبر المبالغة في عدد السنوات المحكوم بها على المعتقلين تجسيدا لغياب استقلالية القضاء التي لا زالت تشكل مطلبا ملحا من قبل القوى الدمية والديمقراطية منذ الاستقلال الشكلي. عاش حراك الريف، عاشت مختلف حراك السعودية، والمجد للمعتقلين الأحرار ولكل من يناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. شكرا.